يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد أيضا حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء. أما الآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت محليا وعالميا.